الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على حبيبه أخوكم طه محمد عبيد الله والد المغرب شهيد حبيب فلسطين الجنوب. أخذت بعض البكاء ولدي وهو يسأل أنا إيش سويت؟ أحيل هذا السؤال إلى القتلة لعلهم يجيبون، وأحيل هذا أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى سيدي ولي العهد وإلى سيدي أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ولا صاحب السمو محافظة جدة، إن هذا السلوك لهو سلوك دخيل على مجتمعنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولا شك إنه سلوك مشين ومعيب لا يعترضونه ولن نرضاه.